حياتي تعيسة. عندي ولاد، أبوهم مفقود من أول الثورة، وهم كل ما تراني ضاع. أكبر واحد يعني 15، وتعرفين أنت النيش من زوح. أروح نشتغل بالعامة أو نجيب أكلات ونأكل، يصير نجيب الخبزات والميات، وخيطاني أمرأة وخيطت دردعة عجينة. يعني لو يجيني الله يبعث لي ماكينة إنه حدا يدعمني أكبر مشروعي، أجيب قماش، يجيب ماكينة غير الماكينة هاي عند السيارة. كان مشينا أمورنا يعني شوي شوي.